الله طابت هذه من شيء 10 أيام دابا لعب اليدي في موسم 2019-2018 تحت الإشراف الفعلي ديال السيد العام الإقليمي لمشهد المدينة بعد مجموعة من الاجتماعات اللي قمنا بها مع السيد باشا الاجتماع التنظيمي في مكتب ديال السيد باشا المدينة واستقبال من طرف السيد العام جمعيتين مكلفتين الائتلاف المغربي والجمعية المحمدية للأعمال الاجتماعية. هذه العملية كتبدا حوالي 8 ديال الليل كتبدا السلطات السلطات المحلية كتدير العملية ديال التجميع للناس اللي ما عندهمش الماء في الموجة ديال البرد القارس حيت كتجمعهم كتحيلهم على المستشفى الإقليمي من أجل المعاينة إلا كان شي مرض تيتقدموا للعلاجات الأولية كتستوجب يبقى تنطيقة الناس تيجي من بعد كاين سيارة بإشارة في المستشفى الإقليمي كتنقلهم من المركز في البداية كيدخلوا تستقبلهم في المركز تكون مرحلة ديال التسجيل مرحلة ديال الاستماع كاينة مساعدة اجتماعية معنا هنايا كتصنت ليهم واش عندهم شي مشاكل كناخذوا منهم السميات كي من بعد على حسب الحالة كياخذوا تيستافدوا من الاستحمام والحلاقة من بعد الجلسة ديال النفسية ديال الاستماع طرف المساعدة الاجتماعية اللي تابعة للجمعية كيستافدوا من عملية الاستحمام عملية الحلاقة وعملية تيستافدوا من الألبسة جديدا من بعد كيدخلوا كياخذوا الشومبر ديال المرقد ديالهم كاين عندنا 4 المراقد كما كتشوفوا المركز كيدخلوا المرقد التعاون الوطني بصفة يومية موكبة دقيقة وحضور السيد المندوب شخصيا حضور السيد المندوب وفي تتحبس العملية تقريبا اللي ما تبقاوش تتسالي لا كوليكت ديال لوتوريتي كنشكرو كذلك الشركاء الاخرين حيت كاين ناس ديال الامن اللي كيبيتوا معنا الليل كامل هنا باش يحرصوا على الامن داخل المركز كاين مديرية القوات المساعدة كيديروا القيم المدنية كاين الاشخاص هذه العملية ايضا حنا هذا العام خديناها عمل اجتماعي لبعد تنماوي حيت كنوظفوا معنا اشخاص اللي تيقوموا بالعمليه ديال الاستحمام والتنظيف والجميع الاشغال والمراقبه وكل واحد في المرقد هادو الناس موظفين دي صالاريين على الجمعيه ديال الائتلاف جوج عيالات اللي في المطبخ اللي تيقوموا بالطبخ تاعهم دي صالاريين وهاد العيالات اللي مستعدين شحال من نصيب شغل درتو؟ شي دابا عندنا حوالي 6 مناصب 6 مناصب شحال هاد العيالات اللي كاين مكلفات بالطبخ عندهم دي كارت سانيتير وداروا الراديو وداروا التحاليل يعني وعندنا عندك المنيو ديال الاسبوع اللي انفيزي بار لونسا وبار ديماج والحمد لله الامور راه غاديه وكنتمناو بان ان شاء الله حنا كنستبشروا خيرا مع السيد العامل اللي تيسهر شخصيا على هذه العمليه كيراقبها هو سيدي باشا وعندنا كاين عندنا افاق مع باشا عام الجاي ما يبقاش هذا العمليه ديال الاستقبال غير ظرفيه في موجه تكون على طوال السنه باش تكون على طوال السنه وكنشكروا كذلك لان هذا المركز كان اللي تيتواجد في ملعب البلدي كان في واحد الوضعيه ماشي بحال هكا واللي تصلح من طرف التنميه البشريه هي اللي صلحاته بالصباغه وهذا اما الافريشه احنا اللي درناها في موجه الاعمال الجمعيه المحمديه معية بتقديم الوجبات الغذاء والفحوصات الطبية ونشكر بعض الأطباء اللي كيقوموا تطوعيا هنايا داخل المستشفى من الأزمور أسماء ديالهم؟ كاين الدكتور القدوي عزيز كاين الدكتور بوخلي كاين الدكتور الخراطي هادو متطوعين؟ الدكتور الخراطي كاين مجموعة من الإخوان والمستشفى الإقليمي كيقوم بالواجب ديالو كمستعجلات في استقبال الحالات نعم هذا إذن ككلمة أخيرة سي عبد الجليل الجعداوي احنا نستبشر خيرا مع السيد العامل لأنه عام الجاي غادي ما يبقاش هذا حل ترقيع الموسمي غادي يكون على طول السنة لأن هادشي فيه خير كثير والناس فرحت نهار الأول اللي جا الأول كتجيب السلطة عن طريق التجميع من بعد الناس بدات كتجي لراسها تمام تتلحق الوقت كتجي لراسها بدات كتنتظم بداو كينقيو حويجاتهم بداو كينقيو راسهم كيغسلوا ما بقاش ديك الحالة اللي عندهم ولا بنادم كيمشي يخدم ما بقاش هز الهم الماكلة
شحال من واحد كان شويه الحاله ديالو كان فيه شويه الوساخ ولا هذا ما عتبات في الزنقه تنقى الحوت ديالنا بغيت نمشي على بلادي راني كنت خايف على الوساخ. يعني كاين حالات الناس اللي هاد الفئه خاص زعما خاص عرضوا ليها هذا كنداء خصنا نتابعوا ليها. الحمد لله التجربه راه رائده وكنشكروا جميع الشركاء. كيفاش الاحساس ديالك لالا وانت تخدمي لهاد المشردين؟ فرحانه بهذا الشيء سيدي. فرحانه في اجر الله لله فرحانه بهذا الشيء. بارك الله فيك. وي لالا السلام عليكم. سلام. الله يكمل عليهم والله يوفقهم. نعم. ومعاونين نديبه وحنا فرحانين معاهم. نعم. فرحانين معاهم هما وهاد الناس ما خاصهم حتى حاجه. والله يخلف على المحسنين وعلى هاد السيد جعداب ومدام سيح واللجنه كامله. شكرا. تاريخ 27 جانفي 2018 وصلت لنا اننا المفروض 229 ليله مبيت وهذا عدد هام جدا ما يقصروا ما تحيروه يعني في ظرف 10 ايام 10 ايام 229 ليله مبيت بما تحمله من تكلفه على مستوى التدبير تكلفه على مستوى التنسيق تكلف على مستوى استعمال واستثمار الاليات اللوجستيه التغذيه كذلك النظافه التغذيه اللباس الداخلي التنسيق على مستوى عمودي وكذلك على مستوى افقي فاذا كما تعلمون ليست العمليه سهله هي عمليه معقده ولكن نعلم جميعا ان اي عمل اجتماعي كما كان نوعه ينبني اولا على الاراده ثم على الهندسه ثم على التدبير الرشيد ثم كذلك على التعبئه ديال الموارد البشريه واستهداف الاهداف التي ينبغي ان نصل اليها والهدف من العمليه ليس فقط هو تجميع الناس يعيشون في وحده المشاريع او بدون اماكن الحال تقيهم من شده البرد ولكن كذلك هي عمليه حضريه ينبغي ان المدينه بشكل عام أنت كنسميها بحركتك كما هو الحال في إطار عملية شمولية مندمجة تحتضن جميع مكوناتها وطبعا الحال هذه الفئة هي مكونات المدينة وبالتالي حاليا بنا أن نبدأ لها اليد لتعيش بكرامة وتعيش كذلك في كنف العيش الكريم في ظل مرحلة توجهات الملكية السامية لسعيد جلالة الملك محمد السادس الذي يعطي دائما الإشارات ويعطي دائما التوجهات العامة لخلق ثورة اجتماعية وما نقوم به اليوم هو فعلا عنوان لثورة اجتماعية ليس في بعدها كما قال المكاني والزماني ولكن في بعدها الثقة ديال الجمعية ديال لأن هذه عملية مندمجة بين فعالية المجتمع المدني وهناك الائتلاف المغربي وكذلك الجمعيه المحمديه كذلك وكذلك الدوله من خلال السلطات الاقليميه السيده السلطات المحليه وباقي الفعاليات سيد اخرى كذلك. شكرا سيد المندوب الاقليمي التعاون الوطني شكرا على هذا التصريح. لا تنسوش تتابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناه والضغط على زر الجرس.